السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو تحت الطلب ديالكم. قلتوا لي ديما كنقول لكم على هاد الملاوي وما كيصدقوش معاكم يعني من الطريقه، وقلتوا لي ديري فيديو حياه وحطي هنا. انا حطيته. المهم كيجيو زوينين. انا العجينه ما كندلكهاش، انا عندي هنا الفرص الرطب والحرش. انا غنعجن، غير غنجمع العجينه ديالي صافي، يعني ما غندلكها ما والو، كتجي ناجحه 100%. والسر هو فهاد، يعني فاش كنسالي كنديرها في بلاستيك، هذا هو السر ديال هاد العجينه. هاد العجينه هادي راه دابا غنعجنها في الصباح، وحتى العشيه عاد غنطيبها باش كتكون العجينه طلقات مزيان، كتكون ناجحه 100%. وشي بعض المرات كنعجنها في الليل، وفي الصباح كنطيبهم كنفطر بيهم، يعني ماشي عاد كنوض عاد دلك ما دلك، يعني من الاحسن هكا. جربوها وردوا عليا. هنا غندير لها شويه الزيت كما كتشوفوا، وغنديرها في بلاستيكه وغنزير عليها انتوما، وغنغطيها وغنخليها. انا راني عجنتها في الصباح مع العشرة، وطيبتهم حتى لخمسة العشية. انا حيدتها من البلاستيك، شفتو كي مطلوقة العجينة تبارك الله. غادي ندهن البلاطو ديالي باش نحط القويرات ديال العجينة ديالي. العجينة تبارك الله كتكون يعني بحال لي دلكتوها، يعني كتجي مزيانه ما كتقطع ما والو. غادي ندهنوهم من الفوق شويه بالزيت، وغنغطيهم بالبلاستيكه اللي كنت دايره فيها العجينه وصافي. هنا عندي الفرص الحرش، وخلطت شويه السميده معاه والخماره، غادي نخلطهم مزيان. دابا غنبدا على بركه الله كنطلق العجينه ديالي. غنطلق الاولى، شتو ما كتقطعش العجينه البنات نهائيا، نطلقوها كيف بغيتو. بامكاني نطلقها اكثر من هكا، تبارك الله ما شاء الله كتجي زوينه. انا طلقت الاولى ودرت لها شويه الزيت وشويه ديال هذا الطحين اللي مخلط مع الخماره، وغندير الثانيه، ولكن ما غنديرش ديك الثانيه قدها قد. الاولى دائما كتكون كبر على الاخرين اللي غندير فوق منهم. انا العجينه تجمعات ليا، انا غنطلقها شويه باش ندير عاوتاني الثانيه. وانا غادا المهم هذيك الاولى هي اللي كتكون كبيره عليهم، والربعه اللي كيكونوا فوق منها كيكونوا متقادين وحده فوق وحده. شتو العجينه كي كتجي؟ يعني طلقيها كما بغيتي ما كتقطعش كاع نهائيا. ونفس العمليه كنديروا الزيت ونديروا الطحين اللي خلطنا بالخماره. انا كملت دابا الخمسه الكبيره الاولى، واربعه فوقانيين وحده فوق وحده. انا راني دايره وحده كطيب، هانتوما غطلقوها مزيان عاوتاني باش ما تجيش غليظه. ها انا راني طيبت الاولى، ما انا ما حمرتهمش مزيان لان ما غناكلوهمش، يعني خليتهم حتى لغد اللي عاد ناكلوهم. شوفوا كي كيجيو تبارك الله، يعني زوينين بزاف. نفس الطريقه عاوتاني، ولا بغيتو ديروا اربعه ديروا سته شحال ما بغيتو. انا كنديرها مره اربعه مره خمسه.
دائما نفس العملية. صافي غنجمع الجناب، غنطلقها مزيان وغنديرها في مقلاة طايب. هاد التانية طيبتها، تجي تبارك الله. انتم ما كيجي ولا يعني معجنين ولا، انا غير ما طيبتهمش مزيان خليتهم هكا باش ملي نسخنوهم في الصباح يعني يلا يتحمروا، كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين وبالصحه والراحه. وكنتمنى تجربوهم بهذه الطريقه هذه، راه غيصدقوا لكم البنات 100%. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.